اوكي، خلينا نبلش بأول سؤال. عندي صداع قوي من وقت ما بلشت بنظام الكيتو. اوكي، لأنه لازم تاخدي مي وملح الهيمالايا كباية دغري، بتشربيهم دغري بيروح الصداع. عندي مي زايدة بجسمي، ثوم، شاي الأسود، البقدونس، عشبة الكراس، هول كلهم قلت عنهم، الامتناع عن السكر، تقليل الملح، أطعمة بتزيد من المناعة. اوكي، مثل الزنجبيل، الشاي الأخضر، الثوم، البصل، شاي الماتشا، دارك شوكليت، هول كلهم منيح. الوقاية من كورونا لتح anyway. كورونا قلنا فيتامين دي، الزنك، اليود، الطحالب البحرية، عشبة القنفذية، هول كلهم بيساعدوا كمان وبيقووا المناعة. أي فواكه أحسن لمقاومة الأنسولين؟ جوز الهند، الرمان، التوت، الفريز، البطيخ، الخوخ، النيل، الأفوكا، هول كلهم منيح. أقوى عشبة بحبها أنا عشبة الروان، لأنه بتمتص الدهون وبتشتغل على وفيها ألياف كتير، وبتاخد الدهون 50% من الجسم تقريبا، والسكريات اللي بناكلها ما لازم أكتر من 100 جرام خلال النهار. نظام اللو كارب، شو هي النشويات الصحية؟ الكينوا، الدخن، الحنطة السوداء، هول كلهم فينا ناخدهم. بدي شيء لتقوية فقر الدم، السبانخ السوداء، نقليها وناكلها 3 مرات بالأسبوع كتير مهمة. العسل الأسود ناخد ملعقة كل أسبوع مرتين، هول كلهم بيساعدوا. وبدنا ننتبه شغلة كتير مهمة، إنه ناخد الحديد من مأكولات أحسن ما ناخده حبوب، لأنه الحديد ما بحب الأدوية معه. وأكيد كنت عم بقول إنه الحديد ما بيحب الزنك، سو ما رح يمتصه إذا كنا عم ناخد الحديد والزنك، بدنا ننتبه لهيدي الشغلة. أي فيتامين الأقوى للبشرة؟ الفيتامين أو عيار 400، ببقى بفرجي كل العلبة تعيتي. والكولاجين اللي ناخده مع فيتامين سي كتير مهم للسكن. نحكي تكلمي عن الأوميجا 3، عاملة حلقة خصيصا عن الأوميجا 3، بيقلل الدهون الثلاثية، منيح للقلب، بيقلل إذا واحد عم بده يبلش بالسكري كمان كتير منيح، بيدعم القلب، المفاصل، كتير مهم إنه ندخل الأوميجا 3. وأنا قلت قبل إنه عامل مساعد يساعد في تنزيل الوزن، لأنه بيعلي نسبة الأيض عنا. أي المكسرات عالية الدهون وقليلة النشويات؟ الجوز، المكاداميا، البيكان، هول من وأطعمة تعمل على زيادة كفاءة الشيل القلب والشرايين. أكيد الثوم، الشاي الأخضر، الزنجبيل، الكركم، الهليون، السالمون، الرمان، التوت، البطيخ، بفتكر قلتهم هول كلهم قبل. الكاكاو فينا نستعمله بنظام الكيتو، طبعا فينا نستعمله بنظام كيتو إذا كان صفر سكر، ما لازم يكون داخله سكر أبدا. أي عشبة بتساعد لو عندي تكيس مبايض وعندي سمنة مفرطة وعندي شعر زائد؟ قلت قبل عن عشبة كتير مهمة، هي رجل الأسد، جيرمن اعتمدوها وكانوا عم يعطوا 7 أيام كبسولات منها لمدة 7 أيام، 3 كبسولات خلال النهار، ونزلوا العالم عليها دهون كتير. عشبة رجل الأسد كتير مهمة، وخصوصا للي عنده أشخاص اللي عندهم تكيس مبايض. ألياف الأسباغول، فوائدها، وكيف من